عايز أسأل حضرتك، حضرتك مريت بمراحل كتيرة في البرلمان وفي الحوارات وفي النقاشات، شايف الحوار الوطني شكله إيه أو ماشي إزاي لغاية دلوقتي؟ عايزة رأيك. بمنتهى الأمانة، هذا الحوار هو دعوة صائبة من السيد رئيس الجمهورية لتبادل الأفكار والتوجهات المتعددة على الأرض المصرية، ممثلة في الأحزاب والقوى السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والخبراء وكل المعنيين بالأمر. هؤلاء تلقوا هذه الدعوة بالاهتمام، حتى أن كثيرين راهنوا على أن الحوار لن يبدأ بعد مرور عام كامل من دعوة السيد رئيس الجمهورية، إلا أن الحوار قد بدأ. ولما بدأ الحوار، بدأ في الجلسة الافتتاحية بكلمات ساخنة وقوية دللت على أنه لا توجد أي خطوط حمراء أمام أي متحدث أو مشارك في هذا الحوار. نعم. يبقى إذن يفهم من ذلك أن الدولة ككل بكل مؤسساتها ممثلة في السيد رئيس الجمهورية عندها إرادة سياسية وعزم أكيد على أن ينجح هذا الحوار وأن يحقق مجموعة من المخرجات في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي يترقبها وينتظرها المواطن المصري، وفي النهاية سترفع للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ كافة التدابير اللازمة لتطبيقها، سواء بشكل قرارات رئاسية إدارية أو تحويلها للحكومة لتصدر بها مجموعة من التشريعات. إذن هذا الحوار كان فرصة لأن تتلاقى كل هذه الأفكار وأن تتحاور في حرية مطلقة من أجل وطن ومن أجل مواطن. ينبغي أن يضع هؤلاء المتحاورون النقطتين، الوطن والمواطن. علشان كده شايف أيضا أن البعض ممن بدأوا يشاركوا بدأ البعض منهم يصدر للحوار أيديولوجيته الشخصية أو فكره الشخصي أو توجهاته الذاتية. فأنا تحدثت مع البعض منهم، قلت لهم ينبغي ألا تتصادم هنا أفكارنا، لأننا جئنا هنا في هذا الحوار لنصنع وحدة العمل المشترك من أجل الوطن. ولكي نحقق هذه المعادلة الصعبة لابد أن نتخلص جميعا من كل الأيديولوجيات التي نحمله والأفكار، وإن كان لنا الحق أن تكون لنا مرجعية طبعا فكرية نرجع إليها طبعا، لكن دون التعصب لرأي أو لحزب أو لأيديولوجية، لأننا هنا لسنا من أجل أحزابنا ولا أشخاصنا ولا مؤسساتنا، إنما نحن هنا من أجل الوطن ومن أجل المواطن الذي يراهن على هذا الحوار لحل مشكلات كثيرة تعرض لها، سواء كانت اجتماعية فيما يتعلق بالأسعار، فيما يتعلق بالصحة، فيما يتعلق بالتعليم. المواطن ينتظركم، فتخلصوا من هذا حتى نخرج بحوار. ده رؤيتي وده الوضع المشهد العام يعني. طيب خليني أقول أنه ما زال يعني لو هتكلم على الأحزاب، يعني ما زال هناك جدل ما بين القائمة النسبية